المستشار مرتضى منصور في ضيافة فحص شامل. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك بضيافتنا. مساء الخير، نورتنا بعيادتنا المتواضعة. ربنا يستر. ليه يستر؟ بتعدي على خير؟ لا، حتعدي على خير إن شاء الله. بحبش أنا الكشوفات. بص، أول سيدي تمام، ثاني سيدي تمام، ثالث سيدي، رابع سيدي. طيب، أربع سيديات معايا لمرتضى منصور. يا جميل، ما فيش مشكله خالص، مش هنستخدمهم الليله، ما عنديش، مش هنعوزهم. ها، بصي، ما عنديش بحط على دماغي خالص. المؤدب المحترم بشيله في دماغي، قليل الادب بالجزمه اللي في رجلي. انت لما حد تتعصب لسانك بيسبق تفكيرك يعني علشان كده بتستعمل الفاظ وعبارات يا بنت ايه هتامك اقصى حاجه انه هتامك هضربك بالجزمه، ودي عبارات. امال ميه دياب تبقى ايه؟ هلا شو جاب ميا دياب على موضوعنا؟ عشان شفت عندي في حلقه قبل كده. بس شو خسر موضوعنا؟ محتاجه راجل اللي يشكمها كويس، محتاجه حد يشكمها، طايحه في لبنان ومصر، محتاجه حد يشكمها. هي بس؟ لا، وكتير. ده انا بشوف مذيعه مش عارف اسمها سالي ولا ساميه ولا ساميه ولا ما اعرفش، كانت راجل وبقت ست. قالت لك انا استفزتكم السنه اللي فاتت، طب شوف بقى السنه الجايه. شوفي، انا شاكك في كام واحده كده كانوا رجاله وعملوا عمليات مع ستات. اللي هم بيتنططوا لي اليومين دول. اه والله العظيم انا شاكك، اصل دلوقتي كل حاجه بتتعمل، النفخ والشفط والمش عارف ايه، كل حاجه بتتعمل. فانا شاكك في كام واحده منهم، ميا دياب شاكك فيهم. لا، مش حلو تضرب بهذا الشك. والله شاكك. على كل ممكن ترفع عليك قضيه بقى. يا ريت ما دخلهاش مصر تاني. انت بتشوفي اللبس اللي لابساه؟ ليه؟ طب ليه؟ هي لوحده اللي بتلبس هيك؟ انت ايه، تشوفي اللبس، تشوفي الكلام، بتقولي الست مع الراجل اللي جربوا بعض قبل الجواز؟ ايه ده؟ انا عايز اسال، لا ده مش في الدين الاسلامي، ده في الدين المسيحي ولا في الدين المسيحي؟ ده زنا. الست جرب الراجل قبل الجواز ازاي؟ مش فاهم يعني، يعني مناسبه ايه؟ وبعدين عندك في الحلقه بتاعتك بتقول لك ايه، مش عارف تساليها على رجليها، تقول لك اه رجليا، ربنا خلق رجليا كده، يعني عايز الناس تشوفها. ده انت نار جهنم وبئس المصير، ده انت ربنا هيولع فيكم الايام. طب انت ده هتعمل لك لجنه خاصه. طب لربنا نظري، وكل انسان وربنا بيشوف الناس كل واحد بطريقه مختلفه. نحن دفتها حضرتك عايزه تروح البحر المايوه، روح البحر. حضرتك عايزه تلبسي قميص نوم شركسي كده وجميل كده في اوضه النوم بتاعتك، اتشقلبي ماليش دعوه بيك. انما تلاقي في دماغك، شوفي رجلي، انا رجلي حلوه. لا، رجلك مش حلوه، رجل راجل، عيب. فانا عايز اقول لك، وبرده بقول للبرامج، انا اسف يعني، لان هي ليها برنامج سيبك نظيفه، ليها برامج هي وغيرها للاسف الشديد كلها كده. البتاع لما اقول ايه بس، لما اخذ ايه بس، ولا ما اخذ ايه، ده كل اللي باخذه بيبقى لما كل المجتمعات فيها نماذج. لا يعني من الفنانه الجريئه اللي بلبسها فيه شوي عري، يعني بتعتبر انه عم تقدم شو. هقول لك حاجه، عندنا مسلسلات في مصر. واحد يقول لها، يقول لها اصل انا وسخه، يبدا المسلسل. حتى بتشوفوا الاعلانات، البرومات اللي بتنزل، اول بتاع يروح ضارب البتاع، ضارب واد بسكين ولا بسيف، ده راح عامل له في رقبته الدم، يروح طالع. ايه ده؟ انتوا بتقولوا انتوا ضد الارهاب، واد طالع جديد مش عارف يضرب متريوز، مش عارف اسمه رمضان ولا اسمه ايه، واخد بالك؟ وست مطربه بنتها اتقتلت بجد، هي وصاحبتها اللي هي ليلى غفران، تمام؟ واللي قتلها اللي خد اعدام، انا اللي بقول لك بيقين. يتعمل له مسلسل حبيشه اللي الدوله لفقت له، لفات ايه؟ ده حرامي وقاتل، وطلعوا لي هو بطل قدام العالم كله، ان خد حقه ودراعه. بس هن نفوا هذا الموضوع، هذه النقطه، انه المسلسل مش عنه، نفوا. لا، نفوا هذا الموضوع، مش تلامذه يعني. مش كل حاله شاذه بتبقى في مجتمع عاملها فيلم. اي بس من عم نحكي نحن مسلسل. عن مجموعه من الشباب البلطجيه، هن كمان موجودين بمجتمعاتنا، عايشين معنا. طب انا لما ما التلفزيون او السينما هي مرآه المجتمع، نحن عم نعالج موضوع. لما الاقي واحد، بس انت عايشه في مصر بقالك فتره، انت مش بتروحي وتيجي في امان، انت عايشه في امان. انت بتدي صوره عن المجتمع المصري زباله، من الواد ده زباله. طب ليه ما فينا كده نقول في هيك وفي هيك، في هيك كده ايه؟ وفي لا، ما فيش اللي هو بيعمله ده طبعا. لا، ما فيش اللي هو عامله نافخ عضلاته وعمال يضرب في مخليه ربنا وسيف، وبعدين يسقفوا له على هاوي لما راح قتل الواد، ما فيش الكلام ده. فاقول لك حاجه، ثلاث حالات بسببه، عمده بلدي لبسوه واحده ست قميص نوم وهي مشهوره في الشوارع زي ما هو عمل. لا طب، دي قله ادب. وفي رقابه، فين الرقابه وفين الدوله؟ هن تاثروا بالفيلم، عملوا فيه نفس الشيء. ثلاث اه، مع حاله في الفيوم، مش عارف حاله في بني سويف، في نفس الطريقه اللي هو عمله في المسلسل، مسلسل الاسطوره بالظبط. ما ينفعش الكلام ده، لا ده ما ينفعش. وبعدين يروح يشتري عربيتين
بيستفز. انت انت بتقولي بيمثل المجتمع اللي هم الطبقه دي، تقعد تشتري عربيتين 48 مليون جنيه والشباب مش لاقي ياكل، بياكل من الزباله. ما هو ده برضه متناقض ضد بعضه. فللاسف طب ليه الناس بتحبه هالقد؟ ما كمان عنده ناس، عنده محبين له، عنده جمهور. شوف يا نازل حاجه، اصبح نجم بتسمع بس ما يسيبك الكلام ده ولا يفرق. في ظواهر بتطلع، ظاهره يعني، واحد يطلع اغنيه مش عارف بتاعت يا زهر ومش عارف ايه، فاكره انت الاغنيه دي؟ الدنيا كلها اهلا ولعبتي. فين الراجل بعد كده؟ خلاص تمام. شعبان طبعا عبد الرحيم، ويه فين شعبان؟ فدي ظواهر بتطلع، سواء حلوه او وحشه، ظواهر بتطلع وبعدين بتنطفي. لكن في ناس ماتت وعايشه. لا اخشى ان يترشح احد امامي على رئاسه الزمالك الا حازم امام. نفسي لو راجل ينزل هو وممدوح عباس ورؤوف جاسر، لو رجاله كلهم. انا لسه كنت بقول النهارده المجلس الكلام ده، نفسي. انا مش عايز انزل انتخابات على فكره، قرار مش عايز انزل، بس لو نزلوا هنزل. عايز حد يستفزني. لو فرق بينه وبين حازم امام مش 49,000 صوت، يبقى هو اللي ناجح. بتأمن بعدك بالسحر وبالشعوذة؟ طبعا طبعا. اقول لك ليه؟ عندك وقت؟ يعني مش لاخر الحلقه. احنا قلنا لك بتكون مختصره شويه. بصي فنانه جميله مديحه كامل، كان صديقتي جدا 10 سنين عندها نزيف، لحد كل الدكاتره كانت هي وعيلتها واخواتها واخوها الله يرحمه احمد، كانوا اصحابي يعني، وكانت ساكنه جنبي انا يعني، فانا احمد رابي الشارع اللي جنبي على طول. وهي بقى كانت هي ومحمد منير و يعني شله كده، وصالح مرسي الله يرحمه اللي عمل رافت الجامع، كانوا بيسهروا عندي في الفيلا كل يوم. 10 سنين نزيف رفت على كل الدكاتره ولا علاج. نزيف نزيف حاد داخلي يعني. آه. في الاخر اكتشفت ان ممثله زميلتها عامله لها سحر اسود. انا بقى شخصيا مسافر انتخابات 2005، انا 2000 كنت قاعد مجلس نواب. طريقنا بتاع متغمر ده، الطريق بتاع ناصر متغمر كان في الوقت ده طريق واحد تقريبا، وعربيات نقل وحاجه يعني حوادث على طول وشبوره. فالمهم ايه، انا شلت النضاره عشان ما تتكسرش، وقلت له هتحطها لي فوق الرف. بعد ما اشتريت جبت النضاره كان عربيه نقل دايس عليها، وانا ماشي جه تليفون، واحده بتغير صوتها يعني كانت بتغير صوتها، قالت لي بص انت مسافر دلوقتي. قلت لها اه في خير؟ قالت لي طيب بالاسمك يا فاطمه بركه، اخت عبد المبارك اللي ضدك في الانتخابات، زميله البنت دي في الاخبار عامله لك سحر اسود انك انت تنزل الدايره، هتسقط لانك كاره الناس والناس كارهينك. اول مؤتمر بلد اسمها اوليله، عربيه بتاعتي زيرو واقفه في جنينه الفيلا عندي، ساعه ونص تقريبا بدور العربيه مش عايزه تدور، مش عايزه. كل ده برضه لسه ايه، الراجل مش في دماغي يعني، انا بس اقول لك جبت بعد كده ازاي. فركبت اي عربيه ودخلت المؤتمر، وبيقولوا لي دي بلد محترمه جدا، الناس انا الاقي الناس عينها ميته. بعدين ابتديت اقول ايه المشروعات، بقول لا المشروعات اللي عملتها في البلد، فكل ما المشروع الواد يقول لي ايه ما حصلش. فلقيت ناس راحوا قايمين ضاربينه، ضرب الناس، عارفه فيلم عفريت هانم؟ المؤتمر اتقلب ضرب في بعض، كله بيضرب ببعض خلاص. بلد ثانيه دمشق، بلد اسامه الشيخ، بلد محترمه وجميله، وانا دخلت البلد عاملين لي مؤتمر على 3-4 فدادين، الناس كلها قلبت الدنيا. انا دخلت بلد الكهرباء اتقطعت. فلا السحر موجود في القران، والقران بيقول ان السحر بيفرق بين الزوج والزوجه، مش هيفرق بين الهداف والشبكه. ويعمل كمان للزمالك يعني، اتعمل سحر للنادي وللعيبه. اه في طبعا معمول، في معمول من رئيس فاشل قبل كده لما لقى ان الزمالك طلع بيهد حيله، وفي طبعا بعض الفرق اللي لعبناها في افريقيا بتعمل، وده موجود. لا موجود مش هزار، في ناس لعيبه بتعمله ومدربين بيعملوه. طب وانت ليه ما بتعمله؟ لا انا ماليش في السكه دي، بقول لك انا جريت. بقول لك خدت نفسي بقيت اجري في الشارع والناس اتفرجوا عليا. بس ميدو قال انه انت كان عندك. لا ميدو كان بيهرج طبعا. بيهرج في الموضوع؟ طبعا بيهزر، طبعا بيهزر، طبعا اعتذر على اللعب. وانه في شيخ كان عنده 7000 جنيه بشكل شهري بيقبضهم منكم. بصي هو قال الكلام ده حصل، هو اللي بيحكيه ايام فريرا. فريرا ده مجنون، عنده مجلس زهره جاي مره دخل راكب الاتوبيس ودخل بتاع شتم وطرده، هيقعد جنبه واحد بيعمل سحر؟ لا طبعا يعني كان بيهزر يعني، وانا سامحته لما اعتذر. من بعد ما اعتذر طبعا مفيش الكلام ده خالص. واحد بيهزر يعني، واحد غاظ عشان مشيته فقال الكلام ده. طب قال الكلام ده وانت موجود؟ قال لا ما كنتش موجود. امال قال فريرا؟ فريرا ده كان مجنون. بيقول لك عادوا مجلس زهره طرده من الاوضه، وكان الاتوبيس طرده، قال له هيقعد له شيخ جنبه؟ طب اقول له ده مين؟ مستر مورينو ولا مورينيو دوت؟ طب لما بتقول انه حارس مرمى الفريق احمد الشناوي مظبوط مهزوز لانه ما عمل له عمل، ده هو اللي قال.
هو الوقت اللي قال انا بقيت ابص ورايا كل شويه، هو اللي قال وانا بصدق طبعا. بصدق. بس احمد الشناوي ما تخش في الاجوان دي، احمد الشناوي ده وحش، ده وحش يا جماعه، ما تخش في اجوان ما تخش في انا. لا طبعا طبعا حاجه مش طبيعيه، دخل فيه خمسه وثلاثه لا. طب هذا مش لا يعتبر مبرر للفشل؟ لا لا بس انه لما الواحد بيفشل بيقولوا ما عمل له عمل. لا لا بصي السحر موجود ادام. بصي كل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومش بسم الله الرحمن الرحيم طبعا، من شر ما خلق، شر غاسق اذا وقب، شر النفاثات في العقد، النفاثات في العقد دي ده السحر، ده السحر اللي موجود. وبعدين يهود ما سحر سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، بس كل الناس تتكلم في سحر، اول ما اتكلم انا قال لي ده متخلف ده جائر، ما دام في القران تعظيم سلام.